رافمايك. نحكي لكم عراف انيماتور مش عراف، هو رفيق الطريق يحط النقط على الحراف، تقيل ومعه دو متر لا نيميوسون يا ساتر، ومعه البرنس الكنز وثمار وفانات وميجر، زيد زياد وزياداته والطالون تاع سندريلا، ويبادر بدوي بنقشاته يقولوا شادد جول الشلة، الجود فايبز موجود غرياني ندرة سو كيوت، وصغيد يركح ويشوت راف ماك عليو في الصوت. علي الراف ماك يخرج بالهرجة في وذنك يعطيك الفرجة، وفي المرجة مرجوب وغنجة ربعتها مخي تشرجة. علي الراف ماك علي الراف ماك علي الراف ماك علي الراف ماك. صباح الأنوار، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا، جمعة مباركة للجميع. مرحبا بالناس اللي اختارت باش ترافقنا حلقة نهاية الأسبوع الجمعة 13 نوفمبر 2020، ساعتين ونص نترافقوا فيهم من توا حتى التسعة ونص نتاع الصباح، نحكيو فيهم على الكورونا، تسجيل 1584 إصابة جديدة بالفيروس نهار 11 نوفمبر، وهكا يصير الإجمالي نتاع الإصابات 76106 حالة مؤكدة. النائب سامي عبو تعتبر تقرير دائرة المحاسبات قنبلة من المفروض أن تنصف ب 90% من البرلمان، وتكشف في نفس التصريح امتلاك أحد القضاة لعقارات بالمليارات بعد امتلاك الهجرة الجماعية من الشابة إلى سواحل إيطاليا. المراكب تعود إلى الميناء بعد أن تمت محاصرتها من طرف الحرس البحري. نحكيه فن رئيس النقابة التونسية لقطاع الموسيقى يؤكد لوبيات تحكم القطاع الفني، وقد نتوجه لليونسكو ونطلب الهجرة الفنية. وديع الجري صار رسميا المرشح الوحيد لعضوية المكتب التنفيذي للكاف. نلعبوا كالعادة على كارت قيمتها 200 دينار، تهديها لكم شيلفي باور كارت كاربيرون، موعدها 8 غير ربع. أنت اللي تسمع فينا نجم تربح الكارت، يكفي تكلمنا على 31 380 رقمي مكنك باش تربح معنا اليوم في حلقة نهاية الأسبوع كارتة تهديها لك شل في باور قيمتها 200 دينار. تحية ليكم، مرحبا بتفاعلاتكم على الباج فيسبوك راديو إي إف إم، ادخلوا تفرجوا فينا على مباشر على اليوتيوب شان إي إف إم 24/24 من غير انقطاع. السلام عليكم الناس كل، ونسلم بنجوم الفريق يقود الرحلة كالعادة، الكابيتان والمايسترو لو جران برنس منصف بن سيد. أخير رفيق ربي فضلك ما خليت لي حتى شيء مزيد، ربي يهنيك ووقي السطر عليك. أمين. نحب نقول لك 13 فندردي 13 تثبت عمناه والغلط غلطة كبيرة أنت ودخلت فيها ترى شنو أقول. نحب نقول لهم فندردي 13 رانا احنا مشكلة أمريكان، 21 مليون أمريكي يبدأوا خايفين وشدين ديارهم كل شيء، نحن لا نهاب الزمن إن سقانا المحن في سبيل تونس كم قتيل شهيد. نحب نقول إن شاء الله توفى الموتى في الكورونا المحنونة اللي زدمت علينا، وإن شاء الله يوفى المرض يوفى علينا البلاء، ويا ربي يا ربي بجاه النبي عليه الصلاة والسلام بقى علينا السطر إليه والسطر. رانا وليداتك رانا ضعفاء رانا فقراء ما ناش كيما أمريكا. أما البافيت ما تجمش كبير حسا هكا رابرز هكاليتي الصوت حاجة مهزة. الصوت الصوت بعيد برشا ما نجموش برنس هبط كي تجيبش تتكلم اللي خاطر قلت كذو ما لقماش مع عجيب هبط بعد في الأوبا تسعة سينا ناصر البدو يسبح النور. ناركم زين ناركم مبروك ناركم أسعد الأيام رفيق. البارح صارت مشكلة كبيرة برشا في صفاقس، البارح كان باش يصير معناتها ماتش أميكال مع التروازيس وما صارش، وصفاقسية معناتها البارح كليت بعضها وخاضت يا خويا فدينا من المشاكل. ودي سبحوا على العباد يا ودي خلي المشاكل. لا يا رفيق ربي لحظة لحظة كيفاش نقص الميكروات كي تسبحوا تعطيو مشكلة؟ لا مش مشكلة يا رفيق، أما راهو فما حاجات مش مشكلة لا خليك لا مش حاجة باهية مش حاجة باهية، أما تعرف في الميكرو بعد ساعات الناس تلمون تكلمك تعمل عليك بريسيون بالله في الرحمة يا ربي يا خويا. سلام نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد ليا سندريلا صباح النور. صباح الورد والفل والياسمين والحاجات المزينة كل نهاية أسبوع مريحة، إن شاء الله يا ربي تعديو ويكاند مزيان تتفرهدوا فيه ترتاحوا فيه بالقدي، من غير ما تقول لي يا مدام أنا غدوة نخدم في بالي بيك اللي أنت تخدم غدوة
احنا ما نخدموش اخويا العباد اللي ما يخدموش غدوه تفرهدوا بالكدي بالكدي وارتاحوا واشبعوا من الدار سيختو يزينا ما نخرجوش برشا باش غدوه في السرتاي انا برهين بسايس برهين بسايس من توا نعاود لك راك انا عاود نقول برهين غدوه ضيف باش كان ما جاش هو ما جاش اليوم هو ما جاش اليوم باش يسبق لك اليوم ريت حلقه خاصه مع برهين تم تسجيلها عندها تو 24 ساعه باش يكشف فيها الموال اللي تحصل عليها من بن علي ليله 14 جانفي الحقائب اللي تحصل عليهم في المطار كل السفرات والمخابرات الاجنبيه اللي تعامل معاهم في الزوز اسابيع الاخرانيه للثوره سيكون حوار حصري هنا على راديو شكون حوار تخي سامباتيك حوار حصري حوار في برشا جديد نحبوش سامباتيك نحبوش تجبد منه الماكسيموم اي حوار يكون معينا يكون سامباتيك ولكن ننتظروا الحقائق ننتظروا الكشف على الجهات اللي تعامل معها برهان على المخابرات كل الفضائح اللي تخصه يتم الكشف عليها غدوه وان شاء الله ان شاء الله القضاء يتحرك بعد الحلقه يا غازي العيادي زاد باش يكون حاضر معنا غدوه عنده جديد ومحمد علي بن جمعة بعد ما روح من الجونة نحبوا نعرفوا عايش ما حضرش عرس دور زروق ما استدعتوش حاجات مهمة الناس اللي على عصابة تحب تعرف علاش محمد علي كيف تعمل حاجة غدوة كيفاش محمد علي يعمل حاجة بالشيء هذايا تعرفوا التفاصيل مع السندريلا في نقولوا جوايز انيفرسير خاطر محمد علي بن جمعة عمل 50 سنة دونك ان شاء الله كل عام هو حي الحلقة الجاية قداش نشارش بالنسبة لأميمة الحلقة الجاية بنت خالد الدر علاش ما كليتش الكعك في الوحدة باش تجي وتجاوب هناك والله العظيم مالوغوزمون يا رفيق العبيد تبدا تقول والله الاخبار التافهه الاعلام التافه وكل شيء مي سي مالوغو كي نشوفوا قديش العبيد تتبع الحاجات هذيا وقديش يعملوا لهم بارتاج وقديش يكومونتي ويتفاعلوا ونقولوا غريبه شويه ماناش فاهمين نقولوا غريبه تو الناس كلها تحط في الشعب سونيا دهماني صباح النور وي سونيا يا معلمانا يا عسولة يا غاليه يا باهيه اللي تعرف 13 جانفي ولا 13 فندردي رجعها صحيت وبعد خرج بيه لحظه اش قال تو يا باهيه يا غاليه اللي ما تعرفش بفندردي تريس اللي ما تعرفش لا 13 جانفي لا 13 فندردي حاج ممكن راسه المعنى وصل خوني من ما يتقالش توا يا اخي عيني كل قلوب قلوب الحاج يرحم والديك انا دايوغ مغموره بالحب ماك تعرف الحمد لله نجي هنا يا رفيق نحكي على الضفه اللي على يساري مش نحكي على الضفه لي جيت نحب نقول لك أميمة أنا ما نخدمش الويكاند هذايا دونك بالكولي عندي سامدي ديمانش كاملين باش نتلاعب شوية تفاهات خاطر فما بلاك فرايدي دونك باش نعمل شوية شوبينغ للي يحب يا اخي سيف ناوي يطول ولا كيفاش معناها قولوا لنا خاطر حتى بالنسبه للدوره الاقتصاديه حتى بالنسبه للناس اللي عندهم احوان اللي يبيعوا احوايج قاعدين جايبين مسكنات لي كوليكسيون ديفير لا شكون يخمم يشري كبوت لا شكون يخمم يشري مريول سيف مصيف مش سخانه ربي يلطف بينا وكهو ربي يبقى علينا الستر بعد لسار زميل كونفيرمي تقريبا يومين ربع اربع دراج تاخير من باب إيصال معلومة أنا النجم أنا الكل في الكل أنا الفتى ذهبي أنا الفتى المدلل ستكشف فضائح غدوة بحول الله في ساعة مع سندريلا وسيكون معها في لوريات برهان بسي صباح نور برهان يا معلم صباح الخير ما كنتش طالع على هذه قاعدة نسمع فيك في الثلاثة وسألوا على الفلوس وسألوا على المخابرات وسألوا واش خذا نهار 14 وسألوا كذا نعتذر لك أميمة خذ ما نجمش يعني هاك تشوف معناها نكروا عليك جباه هذوما نحدوا لك خط التحرير تاعك ما تصدقوش ماهيش تقول الحكاية هذيا لا إن شاء الله بقدر ربي من غدوة في ستارتاي إجابة حسرة عليها يا حسرة عليها وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وبحر حضروا إحنا ما يواتي نهار لحد مورنا مريقلة في الهوارية نهار لحد اللي فات العباد تهون برشا ناس عاموا يبدو باش يستمر الجانبي حسب التوقعات مختلف مع دراسة الجوي العالمي يعني شتاء ما فماش كان فاكر يمن 10 جانبي حتى درجة الحرارة باش تكون أعلى من يسب العادية واضح أن نجم الشباب نجم التاسع القادم من بعيد متألق أنيق بلوك عزة العلالي المتواصل رامي صباح النور صباح الخير الناس الكل صباح الخير عزة عايشك سيرة
رفيق يثبت التاريخ يا رفيق. التاريخ يكتب نهار الخميس تكتب قد ما خدمت ديكرونيكور لهنا وكلهم يخدموا في التلفزة. لا واحد سلم عليك ولا قال اسمك حتى بتفادليك. انا رغم التعذيب من عباد قاعد على يساري ما نحبش نغزر لها عذبوني وقعدت حاضر على المونتاج. يا رفيق كورو يضربوا فيا ونقول لهم رفيق ما يتمسش. سي رفيق ما يتمسش. تحية لسي رفيق الوحيد اللي عمل الحاجة ذي ورغم اللي اصغر واحد فخور بك حبي نحية في المونتاج. يا ودي صار فيا مش كان هو برشا حتى ناصر جاي راه وقلنا حي ما تحملنيش مسؤوليه كبيره ويمشي نحطك في تلفزه كي نحي كبر هنا. يسالش يا رفيق انا نضحي بكل شيء على خاطرك ونقعد معك والله لك باش تندم يا سيدي. نسمع اخبار الطرقات وتفيت مع صديقتنا الفه فوت رفيق كل النشرات لكم انتم اللي تسمعوا فينا سيسر ويحكوا في الكياس. طريق السلامه للجميع نهاركم زين. هذه فوت رفيق اي اف ام انفو ترافيك. كي العادة يبدأ شوية تعطيل نيفو الكبارية للي داخلين تونس من لوتوغوت والضغط زيدا يبدأ على جي بي 7 نيفو لينابس في اتجاه باردو على الروتيكس نيفو الكمبيوس في اتجاه المطار. تعطيل زيدا نيفو رامبوان باب سعدون سورتو على شارع عولات حفوز في اتجاه باب العسل وعلى الغوت 33 عنا زيدا ضغط نيفو بير القصعة في اتجاه رادس وعلى جي بي 8 يبدأ تعطيل نيفو حي النزهة في اتجاه رامبوان أريانا. سينو مازال ما فماش تعطيل كبير في باقي الجهات والولايات. نشكروا كل اللي يتفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك هي فما فو ترافيك. كان عندكم اي اخبار يهم الطريق كلمونا على 58 550 711 سيسر ويحكم وطريق سلامه الناس الكل. سيسر ويحكم في الكيس موعدنا بعد شويه فاصل ونرجعوا للبلاتو ما تبعدوش. نكمل فيسا يا اخي قاعده نحكيوا على البروجرامز والقرايه اونلاين وليت الحاجه جزاف في الفاك بتاعنا. تقراو اونلاين في لابي بي اس؟ اي ولينا نقراو اونلاين. نو مور بروبلمز بين خدمتي وقرايتي. انت زادت نجم تكمل ماستر بتاعك خاطر عندك بلاتفورم فيها الكورسز الكل وفي اي وقت تلقاه ومعهم اكسس للكورسيرا سيرتيفيكيت. تي اما انا ما قريتش بزنس. وذ نيو ماستر اوف انتربرينورشيب اند انوفيشن ما يقلقش نو الباك جراوند تاعك. يو كان ابلاي. انا ننصحك باش تعمل انسكريبشن وكان تحب تعرف اكثر ديتيلز ادخل على الويب سايت appbstunisia.tn وإلا على الفيسبوك بيج أبيسن برايفت بزنس سكول. أوكي تنت عدلهم من غير ما تمشي للفاك أدخل عملها توا أونلاين. بوقو في البلار أحسن أفار أرخص المكتوب وأحسن للبيئة. هز شقف جيب شقف واسمع تقربع. بوقو في البلار أحسن أفار. ألو حدد مكانك حشي بيك. غاطس نبدل في العجلة تفشت وقريب نبدلك. تبدل شكون يا بابا؟ نحكي على الكهرباء عزيزتي. هاي يزرب روحك باش تخلص لي كوموند. هاي جيتني حتى للدار ما عند ميركادو. كمان دي زوز بيدن صابون ماكينة تايت 21 دينار و900 في عود 53 دينار. جيش البالك نكمل نكبس العجلة ونجيك وكبس روحك زيدا. ميركادو أضمن شريعة الويب. وكانك مش كونكتي كمان دي على 31 333 666. نجمو تسمعوا راف ماج من كامل أنحاء العالم على EFM.tn. علي راف ماج زابينج حلقة البارح هو اللي نبدأ به تصفيت 27 دقيقة. نسمعوا زابينج ونرجع لكم للراف ماج. EFM زابينج بونجور. نبداو بالكلاش من عند الحاج البرهان هالصباح. بربي ضمارنا متعرف ماج بربي من يهزوش لبقايا اخرين. راي عايش خوي مع عنا ثمارنا لهنا من مهزوش التلفزه من التلفزات الاخرى التاسعه تعملوا ثمار هذاك اللي راه يخرج كان عرفنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ديما شاري شبوك للعباد ديما شاري شبوك ولا بدلوا الواحد نتاعها ردوها راف ماك بيس. يا مراد دعابه ورا دعابه ولا برشا راف باش نحضر لك توب فايف. اسمع يا اسمع بشرى ساره يا راف البارح حكيت مع نرمين صفار يمكن لو 14 نوفمبر باش تعمل لايف. امبوسيبل والله كنت قاعد نقنع فيها يا نرمين الشعب رانا نرحبوا بنجمه اللوي. يدور لي ساعه لغويا ما تجيش بشرى ساره لانه هي كل بشرى ساره بطبيعتها برهان.
على جيسارة دعاء بلدك يا ربي جيب بوش مسارة تتقال أنا مدمن على مستقبل هذه أخرتها واصلوا هكا يا تاسع واصلوا هكا مدمن على الأوديون مدمن على الأوديون نورت الشيشة يا رفيق في برنامج هذه أخرتها مع برهان كرميك ليش كرميك وعدينا تصوير ليش بدي كلامي عديتوا لي تصويرتي في هوليوود وكانها رسالة راهو قالوا لي عليها أنا بارح أمي معناتها دخلت في الدار كيفاش قرات الرسالة حطينا في اليوتيوب أمك وين تتفرج؟ ليه ليه من الحلو عنا كان الزرقاء والبيضرة اسمع قالت لي وانا كان رساله لطف رفيق مات حطوا لك تصويرتك وحبوا يكرموك كانك مت بداوا يتفيلوا هكا امك فهمت الحمد لله مش في العالم الحمد لله زعمك الوليد زياد تابع شكون ميولاته السياسيه شنيه هذايا ندال الازلام اللي تو تسب فيها في كرهبه راني ما نحبش النهضه ولا عمري باش نصوت النهضه ولا للنهضه اكثر شيء من هكا ولكن لا لي عبي كيما جلال البريك قالك يا اخي مستقصدني عندك مشكله معايا فرغ لي قلبك يا بابا سمعت شكون اللي في الكرام رفيق شرف الدين اوكي محليني في كاميرا ضربت روحي بان نصور اللي في عمر بابا وامي مش دبوستك سي عبد مين ديليس يوتي خليني اكمل فكرتي خنكمل فكرتي واحد يسترزق ديليس بنين برشا والله العظيم من قبل ما نعملوا له بيبي به نصور اللي في عمر بابا وامي وعزيزي مش نسمعك مش نسمعك مش عمل كعبير نحكي وحدي اكتشفت البارح اللي فريق الرفماك فريق بيوع اي بيوع نبيع حد يا ودي كل واحد ليه يزمك تدخل فلوس حد دومير دومير يا ودي بيع زياد موجع. زياد نبيع بوريش كنت بيع بعته جملة زياد تبيع زياد فيه وشريت سندريلا برهين يسوى برشا اي سيفري والله سيفري اكثر وين برنس نقعد رجال صافي ومن على اساس سونيا عبد العزيز اسمها معنا احنا نحكيو على موجود سونيا معنا في المجموعة بوريش كنت بيع حاول نجيب اكثر فلوس ماتريال وما نمس حتى شخص صدقني يبيعكم الكل وكرينيانا ولا على باله زيد نبيع الحاج برشا كيلوات هبر هتبيعوا بالميزان 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 حسوم اللحم ولا يحب يبيعني انت حاشاك يا حاج حتتروح في نفس التشبيه مع اكهو زابينك حلقة البارح وفي استنوني نهار الاثنين في زابينك حلقة اليوم يفهم زابينغ 7:25 دقيقة صباح الأنوار الناس اللي تحكت بينا تسمعوا في الرف مايك حلقة الجمعة 13 نوفمبر 2020 بدايتنا كالعادة بالمجلس توت سويت نسمعوا الكونسي رف مايك لو كونسي يلا سيدي نبداو البارح بالحدث واللي صار في الشابة في وضح النهار عملية هجرة جماعية انطلقت من الشابة دامت لساعات ومن بعد الحرس البحري حاصر المراكب اللي كانت تقل أهالي ولاعبي الشابة العدد اللي صار البارح للشو لسقوط المسؤولين حتى صارت العملية ودخلوا البحر وساعات من الإبحار من بعدها تدخل الحرس البحري كان من الضروري هذا يصير هل عادي كانت الدولة تسيبه من بعد تتدخل ما عرفش شنو النقطة اللي تحبوا تحكيوا فيها ولكن ما نجموش نتعداو على أخبار كي من هذا مرور الكرام تنقلته لكل وسائل الإعلام العالمية البارح نبدأ بيك برهان خمسة من زاوية شفت الموضوع خمسة خطر أن نعتبرها معنا أهالي الشابة والناس اللي عملت العملية هذه بعقولاتهم وما نصورش أنهم يتخيلوا أنهم كانوا بشي حركوا بالجد أنا نتخيل أنه حبوا يعملوها حركة رمزية ركبوا في الفلايك دخلوا شوية في الماء لكن ما فماش حد بذرة عقل في تونس يتوقع أنه أهالي الشابة والناس اللي غديك حبوا بجد يحرقوا خطر نعرفوا هذه عملية يأسة عملية لا معنى لها ومعناها متوقعوا شنو معناها باش يعبروا البحر بالفلايك هذيك ويوصلوا لإيطاليا ويلقاوا طلاين فهمتي معناها في استقبالهم وفرحانين بيهم ويقولوا بنروح بالدم نفديك يا شابة ويسقط وديع الجاري بالطليان يعني وكذا معناها ما نتوقعوش أنه باش تحصل العملية هذه تبقى أهالي الشابة حبوا يوصلوا صوتهم وأنا أعتقد معناها الحركة الرمزية هذه وصلت يعني الصوت متاعهم وفي كل الحالات رفيق نشوفها خير من ناحية الرسالة الرمزية اللي تبعثها من تعطيل الدنيا ومن حرقان العجالي وقطع الطرقات إلى غير ذلك هما وصلوا الرسالة طلعوا في الفليك
الدولة بنشوفها قامت بالواجب في الجانب هذا، زاد رفيق الحرس البحري زاد رافقهم وأحاط بهم ورجعهم يعني للبورت، والرسالة وصلت الدليل أنه رئيس الحكومة سارع بطلب لقاء مع رئيس جمعية الشابة سي توفيق. أنا اللي يهمني هل اللقاءات هذه شنو باش تفضي، أنا ماذا بيا نتخيل هكا توا هذه الحركة رمزية نتجاوزها وانتهت وصلت الصوت بتاعها بالنسبة كما قلت أنت في الداخل وحتى في الخارج. تبقى الحكومة كي تلتقي بسي توفيق المكشر أش تقول له؟ أنا ياسر معناها متشوق مش نعرف إيش يقولوا له، يقترحوا في حلول ما مش يقترحوا حلول، خاطر في نهاية الأمر العملية هذه الكل مرتبطة بهالإشكال الكبير متاع هالجمعية، جمعية الباهية الفتية هلال الشاب اللي كانت تلعب في الكورة مع الناس بفضل جهدها فجأة تلقى روحها محلولة وترجع من أين أتت للقسم الرابع. وعلى فكرة لو المؤسسات في الشابة تقريبا نسبة كبيرة منها مسكرة لحد البارح، هل هذا زاد النجم ونقبلوه في إطار احتجاج على كورة؟ واحنا كي نحبوا زيد نحقروا الموضوع ردوا الكوره كان باش نمسلي بلاد كامله مع كل التضامن مع الشاب، وكان موقفنا واضح من الاول مع الجمعيه احنا، ولكن لو تشل بلاد كامله في انتظار قرار الدوله ما تحكمش نعرفوا الناس كل هذا 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 اعتقد انا واحد من الناس ضد الحكايه، خاطر اذا كان باش تضر الحكايه يضروا اهالي الشاب، راه كي اهالي الشاب يسكروا المؤسسات راهو لا يهموا لا وديع الجاري ولا يهموا اي حد اخر، والبنوك مؤسساتهم تو في تطاوين سكرت الفانا، فلسفه التسكير الفانا هي انه هذه الثروه نتاعك باش تقص على البلاد الكل فلوس باش تقص على، اما انت باش تجي تسكر البنك نتاعك وتسكر البوسطه نتاعك وتسكر السي ان اس اس نتاعك وتسكر انت اللي معناها اهالي الشاب تضر في 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 روحك. الحركه الرمزيه شوفها انا حركه معناها معناها بلغت الرساله، حركه رمزيه مكثفه، الان على الجهات المعنيه انها توجد حل. نصر اللي مؤكد انه اليوم من الناحيه الرياضيه الناس كل كنا نقولوا اكدنا انه الشابه معناتها فريق ممتاز وعمل اداء ممتاز وكنا شدنا به وقلنا راي الشابه محلاها ايكيب اول مره تلقى روحها في الرابطه المحترفه الاولى عملت سيزون اكسبسيونيل، لكن من الناحيه الاداريه فما خطا صار مش بنحكيوا الامور واضحه، بالزيد الناس تتحمل مسؤوليتها. اليوم وقت اللي انت عندك عركه واضحه وانت ديكلاري وانت شكيت بالمكتب الجامعي بتعلة انك اليوم تحب تحاسب وتحب تدقق في الحسابات نتاع المكتب الجامعي، هذا من حقك، لكن وقت اللي تفهم انت زاد كمسؤول ولا كرئيس نادي فريق كبير اللي حطيت فيه امكانيات كبيره ومن حق شبابيه باش يشوفوا فريق نتاعهم في القسم المحترف الاولى، لكن زاد كي تدخل العركه لازمك تكملها للاخ. انا شو نقول؟ نقول انت اليوم فما عركه واضحه بينك وبين وديع الجري، وقعد القانون دستور وديع الجري طبق في القانون عليك وانت تتبع في الدقيقة الأخيرة كنت تنجم تمنع الفريق نتاعك. هذا كله صار، هذا كله تحكي فيه سؤالي اليوم، أنت تعرف كواليس الجامعة وديع الجري كان يحب يسكر الموضوع هذا، ما نجمش يسكر لا وديع الجري ولا رئيس الحكومة ولا رئيس الدولة ولا حتى حد. اليوم فما قانون قانون هو اللي يلزمه يطبق، فما قانون. راه وديع الجري مش سامحوني معناتها مش إنسان قاعد يفرق هذا نسامحه هذا ما نسامحوش. اليوم بالقانون الشابة ما ينجم يسامحها ويمنحها، فما زوز حلول ما فماش ثلاثة، وبين تصير جلسة عامة خارقة للعادة وتتلم الجمعيات باش يتيح القرار هذا، ولا تمشي للتاس تاخذ حق من التاس والتاس تطيح القانون هذا. التاس هذاك موضوع آخر، والجلسة العامة بيد وديع الجري. إي وديع الجري ما عيطلهاش والجمعيات ما تضامنوش. كيفاش نعرف؟ هذاك نشوفوه في التصويت من بعد، ولكن الجلسة ما تضامنوش ما عيطوش، خاطر كانوا هما ينجموا يلموا أرواحهم الكل ويمشيوا للمكتب الجامعي ويطلبوا منه جلسة عامة خارقة للعادة باش يجي. يخافوا عادة من مواجهة الجامعة والدخول هكا في مواجهة مباشرة مع الجامعة، ولكن لو غدوة ياخذ نية انه يحب يسكر هالموضوع ويدعو الى جلسه عامه خارقه للعاده وتجي الجمعيات حتى بإعاز من وديع ينجموا يصوتوا ضد وتتسكر الحكايه، معناها ينجم هو يحل الباب نتاع هالمنفذ هذايا، ولكن وديع يقول لك مش هذا القانون ومانيش في الثنيه هذيك نتاع جلسه خارقه للعاده. عندنا الاخبار الاخبار يا فام اكسبريس تو سويت ونرجعوا لكم للبلاتو، مازلنا مكملين معاكم في الكونسي 7:31 دقيقه، يلا الاخبار. IFM Express. صباح الخير. تعليق دروس في كل المؤسسات التربوية في دوز اليوم غدوة بسبب انتشار فيروس كورونا. الغرفة النقابية الوطنية للمخابز تقرر إيقاف نشاط المخابز لمدة 3 أيام بداية من نهار الأحد الجاي للدفاع على مصالح منظوريها وتحقيق مطالبهم. رئيس الجمهورية تعهدت متابعة ملف الدكاترة الباحثين على العمل المعتصمين من نهار 29 جوان اللي فات والتنسيق في المسار التفاوضي مع رئيس الحكومة. وزارة المالية تدعو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتسوية وضعيتهم الجبائية. غرق 74 حرائق في السواحل الليبية حسب ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة.
إيطاليا تسجل قرابة 8000 إصابة جديدة بكورونا و636 حالة وفاة. أخبارنا بعد الساعة. نحكيوا على خبر يفرح على خاطرهم يشجعوا على الاستثمار في الجهات الداخلية بشكل قموات الشغل وفرص عمل جديدة وعلى خاطر يساهموا في تنمية البلاد وتحسين الاقتصاد الوطني. مجمع ديليس يستثمر اليوم في مجال انتاج وتعليب المياه المعدنية ويقوم بتركيز مصنع في معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد باستثمار تفوق قيمته 45 مليون دينار 45 مليار. المولود الجديد هذا هو ماء ديليس منتوج 100% تونسي جودة عالية، الامبلاج من جودة عالمية، خدمته وتفنت في أيادي تونسية، مذاق فريد بنا كبيرة برشا. وتخلينا اليوم نحكيه على واحد من أفضل المنتوجات في السوق ويجينا من أفضل المصادر الطبيعية في البلاد. المنتوج هذا تنجمو تلقاه في تونس الكل في شكل قوارير نص إيترا وزادة إيترا ونص. مبروك مرة أخرى المجمع ديليس على المنتوج هذا الماء المعدني ديليس. نعود بعد الفصل. Le Mac du week-end, je vais confirmer au smo se va maya et na khala khalsi ou toute mon équipe de choc. Il y a tu comme na sa ah fa sa tarbia ou le coaching, des astuces pour voté la mode ou le cuisine, les bons plans le lail le col ou qui ma col week-end qui la ada نتعرف على ماركه تونسيه جديده. تونسي كي طيب على تندانسه ايش كم شي شدو. Donc avec ce style, tu veux dire qu'elle a trop chez les bosses, les filles, les filles, les dates de dak hao que c'est bon bni. متعرف الوقايه اذا انت عارف على ماركه جديده دونك هذايا ابل اللي عنده ماركه ويحب يجيب حدانا نيزيتي با. حتى اللي يخش الكل قله النوم هو اللي يخلي المراه تسمن، يخلي شعرها يتيح، يخليها ستريسي، هو راح من القهوه تكحل لك القحله وتسكر الباب. خلي راجل يتفرهد في القهوه على روحه وامشي اربح نومتك وفي المكان ده هكا شيخ نشوف راجلك. لا انا على ذاك تو انا قاعد نكتب بليك باش كل واحد باش نجيب له الحجر نتاعي. En fait, il faut toujours comparer les vitamines à un match de football. Eh, qui fait ? Ils me l'ont bien le coup de terrain. Le Mac du week-end, saison 7, nahar 6 ou lahat, mal 10 nus nahar. على IFM, أحلى راديو. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في جوج بنات. وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة، اليوم نودوكم بمانة. أوديليس الماء الجديد متاع ديليس يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة. ما ديليس صفي بدنك. ألو ألو هاو الحس بيت عندك وين رايك شباب؟ بعد أمي ما تقدرش قلت نطل عليها كنانة ما نقدرش راك أي عاد مش وقته. اسمعني الدنيا بردت وين شريت من عند ميركادو شوفاش بالقاس فما في النوار فما في الجولد. وين شريت الجولد بمية وثمانية وثلاثين دينار كهو يجيش يلبالك هاو كخلصت بالكارتة بتاعك شلوة من جبت الكود ميركادو بوانتين أضمن شريعة الويب وكانك مش كونكتي كماندي على 31-333-666 من الاثنين للجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على IFM أحلى غاديو السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة موسين معكم في راف ماغ موسين حديثنا في الكونسي سوني حاب تعلق بيجاز على موضوع الشابة والاحتجاجات البارح خروج الفلايك التحاق الحرس البحري محاصرتهم داخل المياه التونسية عودتهم بعد الميناء هذا الكل سنين كيف يشرح هي مش أول مرة تصير عملية كيف هذه رمزية الخروج من البلاد عملوها احتجاجا على الوالي كان تتذكروا في مدينة سليانة خرجوا برا لازم خرجوا بحرا أنا اللي يهمني في الموضوع هي نجاعة الاحتجاج هل أنه بش يجيب نتيجة؟ ما نصورش بش يجيب نتيجة على خاطر طبق عليهم القانون مع الأسف ما تنجم تنتهج صحيح أنك وصلت صوتك أما تنجم تنتهج كان طرق قانونية والطرق القانونية أنك تمشي وتعترض قدام التاس وإلى الجلسة العامة اللي كان يبين فيهم ناصر البدوي فما حاجة أخرى تقلقني زادة شوية أنه العملية هذية ربما أعطت أمل لبعض الشبان أنهم بالحق مش يحرقوا قل لك احنا كوفير وما يكلمنا حد وبش نمشي ومعانا العمدة ومعانا المسؤولين هل أننا نشرعوا للحركة الغير قانونية؟ نقطروها بالطريقة هذه يا سيدي كل واحد مش عاجبته حاجة نطلع في فلوكة ونحرق تقلقني زادة ويقلقني زادة الأمنيين اللي أكيد راهم تعبوا
عوين الحرس اكيد راهم تعبوا باش يرجعوا الجماعه الكل. يا ولادي راي راي تفيد لك تسجلوا كره ومش مش مش بالحق. دونك هذا علاش عطيت اربعه خاطر من حيث النجاعة ماهيش عملية ياسر، من حيث الرمزية صحيح، أما من حيث النجاعة ماهيش باش توصل حاجة كبيرة. هو بالنسبة لي مش يرى في النجاعة، يرى في وسيلة ضغط يلزم تتمارس على الدولة في الساعات الكل حتى يتم التدخل وإنصاف جمعيتهم هلال الشباب. شو عنده يعمل أبار باش سكر لك البلاد؟ والحل الأقصى هاني هاجر وخليها لكم معناها البلاد، هاني اليوم ركب في فلوكة وماشي. معناها بالنسبة لي ذاك شي نجم يعمل. نعرف أهمية الكرة الحقيقة، نعرف أهمية الكرة، لكن في قضية الشابة برز بوضوح أنه الأفيوم الشعب اللي هي الكرة أهم من الخبز. وقت اللي أنت تسكر الدنيا الكل وتوقف في بلاد، راك وقفت مصالح ناسك، مصالح اهالي الشابه. ولهذا الحقيقه يفو غيزون غاردي، لازم تويك واحد يخمم في مصلحه الشابه وتوخي طرق قانونيه باش توصل للحل. بحيث نمشيو للموضوع الثاني، نحكيو على ساميه عبو اللي سرحت البارح وقالت انه تقرير دائره المحاسبات هو قنبله من المفروض ان تنسف اليوم ب 90% من البرلمان. في نفس السياق كشفت على امتلاك واحد من القضاة لعقارات بالمليارات. ولكن خليلي في تقرير دائره المحاسبات لانه ما حكيناش عليه هنا في البلاتو، ما حكيناش عليه بالتفاصيل، ما جبناش على الاحزاب اللي جبدت فيه وغيره كذا. اليوم الحديث على برلمان يلزم يتم نسفه، هكا تقول سامي عبو. تقريبا كل الناس اللي ماهيش موجود في التقرير تطالب بالشيء هذا. شو نجم نلقاه في قادم الأيام؟ العدد الكلام اللي قالته سامي عبو توافق إي ولا لا الكلام هذا؟ ونرجع نحكيه في علاقة بالأخبار كيف شوفوا البرلمان في قادم الأيام. أنا نمشي لك أنت برهنة. نحب نذكر أن تقرير دائرة المحاسبات هذية لا يقل الخطورة على التقرير الفارط اللي قبله واللي قبله. لكن الفرق أنه التقرير هذا هو اللي عامل ضجة اللي قبله اللي خص انتخابات 2014 نفس الشيء، منه مترشح قال لك خارج بفاليجة فلوس من صفار. يا سيدي ولتوا ما نعرفوهش شكون للانتخابات الرئاسية. مش كنت نحب نعرف السفارة. موجود في تقرير دائرة المحاسبات. موجود في تقرير دائرة المحاسبات على انتخابات 2011 نفس الشيء. اش عطات فلوس وش منين جات الفلوس وفما فلوس دخلت وناس البدو يصرف اكثر من اللي صرح به في الانتخابات. يعني نفس الاخلالات. مش التقرير المره هذه ادمج وادخل في الصراعات السياسيه اللي في المعارضه ماذا به تتحل الدنيا، واللي في الحكومه هكا اش بيكم اخي كان انا تشوفوا هكا الناس كل تذكرت فيه الحكايات الكل. معناها الاخلالات بتاع دائره المحاسبات باش نبدا الامور واضحه زاده، ما نبداوش نهولوا في الحكايه. راهي نفس الاخلالات اللي ديما تحكي عليها في كل الانتخابات اللي عرفتها البلاد منذ 2011 حتى الكو. تطبيع مع الجريمه معناها تطبيع. ماهوش تطبيع مع الجريمه. انا الاولى سيدي اليوم يتحل ديبا حول قيمه هذه التقارير، حول دور دائره المحاسبات، حول دور هذا القضاء، قضاء المحاسبات. القضاء هذايا عنده سلطه تنفيذيه بعد، سلطه عقاب، سلطه متابعه، ولا مجرد هوكا يعطينا تقرير عام يسجل فيه الاخلالات وانتم هوكا عينكم وميزانكم حاولوا تصلحوا في العمليه الانتخابيه. علاش؟ صحيح القانون يعطي صلاحيات بعد اذا كان تمت الاحاله للنيابه العموميه ويتحل باب للتقاضي اللي فيه حكم ابتدائي واستئناف وتعقيب نوصلوا به للانتخابات الجايه. ولكن هي توا فرصه باش ندرسوا قدره ليزانستونس اللي مهتمين بالانتخابات انه تاخذ قرار وقتها. راهو اللي يحب يضحي ويحب يطلع ويحب كذا، هيئه الانتخابات وقتها وقت اللي تشوف الهيكه وقتها وقت هي هيكه ترجع اليوم هي بتويلي هي, هي فما مشكله. راهو كل واحد بياخذ جزيره وحده يسيح كاين وحده في الفضاء كل مهبله. دائره المحاسبات تصيح اكل عام يا اخي الهيكه مش عامله التقرير معناها على تجاوزات كبيره. دائره هيئه الانتخابات شفت انه تقرير الهيكه اللي هو في وقتها ما عندوش قيمه قانونيه يخلي نجم تطيح بعض القائمات، وطاحت قائمات كانت تذكر ورجعتها المحكمه الاداريه. يعني هذايا مسار معقد عادي. بون سامي عبو في اطار اليوم التنازع السياسي باش تقول هذا برلمان يتفرقع الكل وهذا برلمان كذا. سامي عبو راهو ثم برشا اراء اخرى، مش كان سامي عبو طالبت بالشيء هذا معناه على حركه الشعب على التيار الديمقراطي وغيره. انا متاكد البعض اللي يقولوا في الكلام هذايا كان الامور ياخذوها بجديه يقولوا اي خلينا نحلوا البرلمان هذا بناء، يقولوا لهم اسمع امانه مرانا كنا نفدلكوا كنا نفدلكوا خليوا لنا تحاسبوا بعد اربع سنين بعد نحكيوا. سونيا نيابه قالت حال اشعاري
الرسمي باش نتدخل ونفتح تحقيق. نجمو نستناو معناها زوبعة في المشهد السياسي اليوم في عالم زوبعة زوبعة في فنجان زوبعة في استنى استنى زوبعة في فنجان. انا شاطر برهان الراي تماما اذا كنت باش نقولوا يا اخي امان استناو شويه راهو يا بابا وقتاش نديوش فحتى يموتوا كبار الحومه يا اخي. الدائره الديمقراطيه بشكل عام ضيعوا الدفتر ضيعوا دفتر فكرني بريان ضيعوه ولا ما ضيعوهش ضيعوا الدفتر ايه تو هكا نجن يا ولدي والله ضيعوه الدفتر اللي لازمهم يسجلوا فيه التمويلات دونك فوالا معناها شو كله فرد خنار الكل فرد والله يظلم شويه الطياري سني باش تحطوا في الله العظيم تو نتجنى تو انت باش تقول لي انت هذوما اصدقائي اصدقائي اما الحق حق الحق حق في وقت من الاوقات يا خويا وينو الكنش بتاعكم الدفتر ضاع الدفتر ذا دونك كل هذا الناس الكل الفلوس تاعي تغلى لو الحدث صار ما صدقك يا ربي الدفتر ذا صدقني يا ربي سونيا ظهر لي وقت اللي كانوا كلهم في المؤتمر من اجل الجمهوريه وعليه ذا ما نعرفش وقتها سي محمد عبو ذا اللي هو اللي يضيع الدفتر ضيع الدفتر محمد ضيع الدفتر مش تيار بالوقت وانت تحكي صديقنا يتصل بيا قاعد قيادي في التيار معناه يبدو انه يحب يفسر لي حاجه في علاقه بالكلام المفيد يعني شو رفيق تيار التجاوزات التجاوزات موجوده عند الناس الكل فما تجاوزات خطيره وخطيره جدا اللي يتسكروا عليهم العينين اليوم بالحق السؤال المطروح تقرير انا ديما نقول دايرة في وقت بن علي كان ما لا يصدر ولا يخرج للعموم هكا وليت برهان جاوبها تقرير داير المحاسبات في وقت بن علي يخدموه ولا يخرج الى العموم يخرج للعموم انتخاباتنا نظيفه كانت وقت انتخاباتنا نظيفه فيها مرشحين ولا فيها عباد اكتشفنا تقارير دايره الاتهام بعد 14 عام راك تشوف المبقات اللي كانوا يسيروا تقول لا لا مستحيل بربي صحيح الاتهامات كان فما انتخابات غير نزيهه في عهد شي زيد لا بالحق اعطينا الحقيقه كانت نزيهه نزيهه وسعاد وسمير انتخابات اللي كانت كنتوا تستريسيو وقت الانتخابات على النتيجه بريود الانتخابات بدو خايفين اخي اخي انتخابات كانت امورها مريقله منظمه ما فيهاش الريق بتاع مرشحين برشا ومرشحين الشعب التونسي يدخل بعضه يزيد ديما مركز في العمل ومرشحين يضطروا ياخذوا فلوس من برا وفلوس داخله وخارجه ويصرف اكثر من كذا مصاريف دقيقه امورنا مريقله الكونتابيليتي حاضره ولاباس وسيادته ديما ان شاء الله ربي ريتنا بالحق الجانب مهم راه ما يتعبوش الشعب في مخه باش يقعد يختار الشعب كان مرتاح حتى كان ما مشيش فما شكون باش يسوى سهريه انتخابيه اللي فيها لا ديبال برامج وصياح وعياط فيها صلاح الفرزيت وشيخات وكارتاج وشتيح خلينا نسمع الحاج ربي بكل بساطه عطار الحومه كل شيء يضيعوا كل شيء الا كارني الكريدي هذه الناس كارنيات ودوسيات وضاعت شنو كلام انا كنت راه عاطي 10 اما بعدش كي قلت شنو تحكي لو كان جيت انا قلت الديكلاراسيون تاع سامي عبو فيما يتعلق في مش كان سامي محاسبات. عبو اليوم متابع اي نحكي على سامي عبو ونقول لك انا والله تخرج علي انا انسان بسيط من نحب نعيش على روحي مستتر كي وبعيد عن المشاكل وبعيد اما سامي عبو ما تعرفش لي هذا كله خنار معناتها اشبعنا به وفدينا منه وحتى ضربتنا الكورونا وعندنا بجوز مش نفنوا به. حاسس المبدا عندها الحق. للتصحيح سي سي بي ار مش الطيار الناس الكل تفاعل معايا معنا حتى دخل سي محمد قالك. كان مين مال وقت. اي محاسب محمد كان مين مال. اغلب المؤسسين اليوم يقول لك نتاع الطيار ماهمش سي بي ار والحكايه صارت في السي بي ار وما عندها حتى علاقه بالحزب. مع محمد ولا لا؟ اي اوكي. اي احنا ما في علاقه مع سامي. اي سامي يقول محمد فين الدفتر. ما شخصنوش الاحزاب وي شكون حاب يتكلم؟ ما نشخصنوش الاحزاب. صاحب بالعمل وليت نوكوك حزب عابير حزب مشي شبيه هذه مزرقه يا اخي والله لا معقول يا شبيه ما عادش نقول لها كلام مزيان ما عادش والله اللي نشوف فيهم صاير ما عادش نقول لك كلام مزيان يا اخي بربي يا رامي تفضل سي برهان سامحني غسيت كيريت والله مش معقول يا رفيق لو العباد تقول في معلومات مغلوطه لو صحيح في الواحد ما فهمش عباد مش تحضر في الاخبار وطالعين في الاسانسير قالت لي خسارة انت على شكون تحكي على شكون تحكي على الحاج صحيح تو البارح احنا حللنا وحلينا الامور وفهمنا الشفره وعرفنا سر الاسرار وانت تتساءل شبيها سونيا جايه واول مره وتهاجم في سامي عبو اخي مش هنيناها على موقعها جديد كمستشار تخدم على روحها قاعده تخدم على شنو هي رفيق اوكي غيب زيد فيخ ميوت كان يغيب عليكم
برهان ما عادش لقاها. فايقني انت يلا بربي احكي لنا اكثر تفاصيل غدو غدو احكي على الانتخابات وجبات عليه والكستريس اللي كنتوا تعيشوه خايفين من النتيجه. الاخبار الاخراني دراسه تاكد اليوم انه في تونس المراه تتقاضى في القطاع العام اجر اعلى بنسبه 20% من الرجل ولكن اقل بكثير في القطاع الخاص. راف ماجور الاعداد في القطاع العام المراه تخلص اكثر من الرجل ولكن في القطاع الخاص اقل بكثير. المشكله في القطاع العام في القطاع الخاص المشكله فين راف ماجور الاعداد. يلا شكون نعطيه الاعداد القطاع الخاص ولا انت يعطي لطفي عبد القادر 10 كلكو سؤال الموضوع تي 10 تلقى له دخله معناه لانه هو الوحيد اللي يساوي في الاجور ويعطي اكثر. باهي شكون يحب يعلق سندريلا؟ والله انا بالنسبه لي سواء قطاع خاص قطاع عام نورمالمون فما مساواه بين الرجل والمراه. يعني انت انا كي نجي نشوف الموظف لا يهمني فيه جنسه معناها لا مراه لا راجل الكفاءه نتاعو مستواه التعليمي الروندمون نتاعو في الخدمه هذا المهم بالنسبه لي. اذا الراجل يعطي احسن من المراه وبالنسبه لي موظف راجل قاعد يعطي ويخدم ويفيد فيا انا كمؤسسه يخلص اكثر بيان سور سي اوتوماتيك من المراه والعكس صحيح. يا ربي يا راف مساويات شنو تو انا وماي باش نخلصوا كيف كيف تو انا نخدم راديو وتلفزه وليل وويكاند وسيت سور سيت وتلفزه سورتو مع سي بورين باز والدنيا فازات كيف كيف زاد برج ولا يظلم والله يظلم دونك نستحق اذا في الكونتوني والكاليتي مش كونتوني شنو نجله جايبه بورهان محمد بن عمار غازي العايدي مروح بعد شويه انا بيدي كيف كيف هذا كيما كان يحكي رامي انا نعتقد انه خويا اليوم من الناس اللي قاعده تخدم سبتو في القطاع الخاص عندك شركه خاصه عندك راجل ومراه تخلصهم كيف كيف لا خلص الراجل اكثر بيان سور خلص الراجل يعطيني روندمون اكثر المراه هاي تحبل هاي تمشي تدري شنو هاي تشد الصغار هاي تقعد اول عشاء الراجل يحب فطور وحده وعشاء وحده ولا هذا الراجل يلزمه يخلص اكثر عشاء وحده وفطور وحده ما فهمتهاش معناتها طيب زعما طيب العشاء وحده والفطور وحده ذيس فريزون برهان عندك شركه خاصه للامانه كون صريح تخلص الراجل والمراه كيف كيف ولا قبل يلزم نعمل مقدمه باش التوانسه يفتخروا ببلادهم ان البلاد هذيا فيها مساواه في الاجور بين الرجل والمراه اعطيني انت طب. اللي هو مش موجود في اوروبا هذا يحط بعين الاعتبار الحكايه هذيا اي نعم يا سيدي احنا مش موجود في فرنسا المساواه في الاجور بين الاناث تو انت عندك شركه خاصه معناها تونس فريمون رايده في الجانب هذايا. انا لا اقيم قصه المجازات في الاجر جندريا يعني ذكر او انثى قيمة على حسب الكفاءه. ساعه تلقى ذكر كركار يركرك في التاي ما يجي حد شيء وهو تبارك الله بواحد بشهيد وكذا وبذكوريته يعني شناب وطالع من كذا فهمتي ومراه تخدم على روحها تقوم الصباح تعمل كذا المجازات حسب الجهد المجازات حسب الجهد كي يكذب عليك تراه رفيق انا نقول لك حاجه عندنا نحن في الرجال شكون عنده نفس نتاع القومه بكري والاربعه نتاع الصباح تجيهم العاملات اللي يخرجوا ويخرجوا في الكيران انت في الكيران وفي الواحد وفي الصباح في الفجاري تلقى اكثريتهم نساء اللي يلزمهم يسبقوا يمشيوا لدارات عاملات التنظيف احنا نخلف تحيه لهم احنا رجال لا ساعات هاي الحكايه لاهي بالبدن الناصر لا شيء انا الحق اللي نشوف فيه نساء يتحملوا اكثر الجهد يتحملوا اكثر التعب يتحملوا اكثر كذا وعندهم السوف الاكثر احنا مكتار ضربه ضربتين حتى في الموظفات يا احنا رجال تشوف موظفين ضربه ضربتين العشرة بتاع الصباح ينقز يجي في القهوه قال شنو هو بوز والله نحس بالظلم للراجل معناها للامانه هالعقليه اللي تحبوا تأثرها أن الرجل ما يخدمش والمرأة تخدم أكثر لا والله يخدموا في الجانب في أحسن الحالات أنا في كل الحالات راجل أو مرأة الخدمة حسب الكفاءة وحسب الجهد حسب الكفاءة شكون عنده حاجة باش يزيدها باش يبدل يا ولدي قاعدين نحكيو على الشهرية وهي مش شهرية راه الفرق وين يبان في البريم دو روندمون هذاك هي المرأة ولا الراجل دخلوا بشهرية معينة في البريم دو روندمون المراه تضرب 5 ملايين بعداش مثلا والراجل ياخذ مليون. احنا نحكيو على الشهريه حاجه اللي تهز الاخبار اللي تنيخ. في البريم دو روندمون ماهيش شهريه تخلص بها الدنيا الاخرى الكل. وي ثاني. لا اكثر من هذا بالطبيعه الكفاءه والجهد هما اللي من المفروض يكونوا ياخذوهم بعين الاعتبار فيما يتعلق بالاجور لكن فما في القطاع الخاص الفكره هذه واكثر من هذا نفرقوا بين المراه العزباء والمرأة المتزوجة كاني مش معرسة إيجا بنيتي يخدم ومرحبا بيك كاني معرسة أوب
أي فك علينا خطر يا ناصر. المرأة اللي تحبل راهي تحبل بصغارك، واللي تولد تولد بصغارك، واللي تربي تربي في صغارك. دونك باش تعاقب المرأة، باش تعاقب المرأة على عملها عملها الناس على تحبوا نهاية العالم باش تجيبوا صغار نبطلوا. بربي نحب نفهم التناسق برين وكل صريح. لطفي العماري ومريم بمام يقصوا كيف كيف عندك أكيد؟ لا 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 عندك تفاصيل شنو أكيد؟ لا ما قيموا أو توكا إذا كان كانت قيمة تخلصهم كيف كيف ما هم شغلوا في كيف كيف بناء على الإضافة اللي قدمها كل واحد والخبرة في المجال الإعلامي وعلاقتهم بالبرنامج وكذا، مش على خاطر مريم ولا لطفي. أنت كمناشر وباش تخلص تعطيهم تقد ولا تعطي اكثر لطفي ولا المريم حسب المفاوضات؟ انت يا ولدي مش المفاوضات مخك وبعد المفاوضات ينتوصل بتاتر لطفي لانه لطفي اقدم في المجال، لانه لطفي حسب الكونسيبت بتاع البرنامج القريب في لطفي للتصور العام للتصور العام فهمت. مريم تقدم في الإضافة من منطلق نحن شحشتنا بها في البرنامج. يعني هذه الحكاية مش على خطرها هي مرأة ولا هي بلا كان جاي هذا اللي حاشي بيه ما يعملوا لي في إشارات شنو يرفعوا لي في التركيز بتاعي إشارة عجيبة ما فهمتهاش من عند سونيا ما فهمتش. الآخر ناصر عاد يعمل في إشارات عجيبة بصوابعه وبيديه ما فهمت حتى شيء. سامحوني سامحوني ما ركزتش افرض النبات عايش خويا افرض النبات أنا في ذروة التحليل والتركيز والأناليز يعني وهم يعملوا لي في حركات بيديهم أنا إن شاء الله إن شاء الله التعليق يتعدى مرور الكرامة. يلا نمشيوا لأخبار الطرقات أخبار الطرقات وتفيت مع صديقتنا والفيان. شلفي باور للكربورون بريميوم اللي يعطي الموتور كهربتك اكثر نجاعه وفاعليه. شلفي باور سوبر سان بلون اي غازوال سان سوفر اي لو برودوي دو لاني 2020. صباح الخير ومرحبا بكم. الضغط يزيد على داخل تونس الجنوبيه من حي النور حتى الكباريه ويبدا زاد التعطيل نيفو رون بوان بير القصعه. مازال زاد التعطيل متواصل على جي بي 7 نيفو دينيبس في اتجاه باردو. على الغوت بي 5 نيفو رون بوان خزندار كيف كيف في اتجاه باردو. الضغط متواصل على الغوت اكس نيفو الكامبوس في اتجاه المطار وعلى رون بوان بيب سعدون كيف كيف مازال التعطيل. على جي بي 8 تعطيل من رياض لاندالوس في اتجاه رون بوان اريانا وعلى شارع محمد علي والغوت 33 في اتجاه قنطرة ترادس. ضغط زايد على الغوت ناسيونال 1 نيفو راس فوري في اتجاه جبل الجلود وعلى الغوت 33 نيفو رونبوان محكمة بن عروس في اتجاه رادس. كيف كيف عنا الحركة رزينة على جي بي 10 نيفو رونبوان في اتجاه أرينا وعلى شارع فرحات حشيد مقرين في اتجاه قنطرة سيدي رزيق. على الغوت 23 نيفو حي الرياض في اتجاه طريق المرسى وبعده نيفو رونبوان معرض الكرم وعلى طريق حلق الواد نيفو الكازينو في اتجاه خير الدين. نمشيو لسوسة ناقة وتعطيل على طريق الحزامية نيفو رونبوان حامد الغزالي. الحركة عادية وخفيفة في باقي الجهات والولايات ما فماش تعطيل كبير نذكرو. نشكرو كل اللي يتفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك هي فما فو ترافيك. كان عندكم اي خبر يهم الطريق كلمونا على 58 550 711. سيسر روحكم وطريق سليمه ناس الكل. شلفي باور لو كاربورون بريميوم اللي يعطي الموتور كهربتك اكثر نجاعه وفاعليه. شلفي باور سوبر سان بلون اي غازوال سان سوفر اي لو برودوي دو لاني 2020. طريق السلامة للجميع. نمشيو تو تسويت للكويز باي شيل في باور. كويز كوندكتور باي شيل في باور. كويز كوندكتور باي شيل في باور كلمتنا على 31 380 ألف معانا في التليفون سوسن بن عبد الله. سوسن صباح النور. صباح الخير. كيف الحال يا سوسن وشني حوالك شني الدنيا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. اش تعمل في الدنيا يا سوسن؟ مين تكلم فيها؟ موظفة في مؤسسة عمومية تابعة وزارة النقل. تابعة وزارة النقل ومين تكلم فينا؟ نكلم فيكم بحضة خدمة من لك. يا باهي في لك. وين تخدم انت غادي الأولاد يخلصوا كيما البنات ولا فما هكا شوية؟ لا ما فماش وفيت في معناها في الدولة نتاعنا يعطيها الصحة ما عملش ديسكريميناسيون بين الرجال والنساء في التأجير. ما فما حاجة أخرى هي اللي خايبة. شنو فهمني؟ هي نتاع الوحدة الكوتيزاسيون سوسيال معناها لو ريجيم سي ان اس لو ريجيم سي ان اس غادي وين فما معناها بربي الكلام الكلام اللي قالوا الناس اللي قلقي. كان جات عندي شركة خاصة نخلص الرجال أكثر من نساء. والله باش نقول لك من جهه ادعي له بالشفاء ادعي له بالشفاء. ما عندوش مؤسسه خاصه كان عنده مؤسسه خاصه شاف البيرفورمانس نتاع النساء باغابوغ للرجال مش سي با كوم سا كون ريزون. كثير قالت لك ما عندكش مؤسسه تحكي تفشل ما عندك مؤسسه انت قالت لك باهي سوسن نلعب على كارت قيمتها 200 دينار جوز اسئله كل سؤال يربحك 100 دينار. السؤال الاول شو اسم الكربيرون اللي يعطي اكثر فعاليه نجاع الموتور كرهبتك من اول بلان تعمله؟
شيلفي باور. شيلفي باور هذه 100 دينار الاولى، مبروك عليك. السؤال الثاني سوسن بن عبد الله، تبدا تسوق في الكياس. نعم سؤال سهل. سؤال سهل بيان سور. تبدا تسوق في الكياس، فما ضو وفما بوليس، تبع الضو ولا تسمع كلام البوليس؟ البوليس يغني. هي ما كيبدا الضو احمر نحكي راه. شنو ليه تبع البوليس؟ اما نحكي كيبدا الضو احمر مش في الحالات الاخرى. احمر تبع البوليس هو كيغني. فيها حد ما تخافش يا سوسن. شنو قلت لي؟ بوليس. البوليس. لا سوسن. يتخبى البوليس بعدين ستام. اه مثلا غميضه اسمها. كيبدا فما ذو كيبدا فما البوليس يعدي في الكراهب، شكون عنده الاولويه في تنظيم المرور؟ جواب سوسن هو البوليس. مبروك عليك 200 دينار. مبروك عليك كارتة قيمتها 200 دينار من اهداء شيلفي باور. كان عندك يا سوسن على شكون تحب تسلم ولا تعمل ديديكاس؟ الكلمه لك. بيه نعم ديديكاس راسي كانت معطية الله أعلم السلسة والخدمة ولا مازال كانت معطية نعمل ديديكاس منظر منظر مريم محمد وفاطمة. زيد كان يسمع فيك مع أصحابه توا يقول له حاجة مخير منظر أبار ديديكاس، قول له نحبك، قول له يا تاج راسي. لكن فازت هذاك من الكل، أنت أحسن راجل في العالم، خليه قدام أصحابه شيخ يعمل قهوة صباح شيخ. أن الحروف تموت حين تقال مش بالكلمات. الله 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 الله. والله شربت له مخه سوسن. يلا سلم عليك برشا سوسن، مبروك عليك كارتة قيمتها 200 دينار من اهداء شيل دي باور. كويس كوندكتور باي شيل دي باور. كانت هذه ساعتنا الأولى من رف ماك، نلتقي بعد الأخبار. الموعد مع رامي في الرادار، سندريلا في البوكس نيوز، الكويز، بطاقات لي كارتون دو جور كالعادة. نرجع لكم بعد الأخبار، ما تبعدوش. راديو ترجع لكم في السيزون 3 بأخبار جديدة في كل ما يهم عالم السيارات، كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح. نجاوبوكم على أسئلتكم، كان عندكم مشكلة في الميكانيك ولا تحب تشري كهرباء وتحب شكون يمسحك، يكفي باش تطلبنا على 71 194 194 وانزل على الرقم 3 وسجل أسئلتك. ميلا نوتخو رونديفو كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف على EFM أحلى راديو. قدم على عرس، شهي تبدل الكهرباء، تحب تجدد أثاث الدار، الكوجينة ولا الإلكتروميناجي، عندك مصاريف جاية ما قيد ليش حساب وما تعرفش كيفاش باش تعمل؟ البيات تحط على ذمتك قرض الاستهلاك المناسب اللي مكنك باش تحقق رغباتك وأمنياتك في أسرع وقت وبرشة تسهيلات. باش تاخذ فكرة على امتيازات قروض المباشرة، اتصل بالمرشد التجاري في أي فرع بيات وإلا بمركز العلاقات مع الحرفاء على 31 31 18 18. بيات ملتزمون معكم. باش تصبح فيق للدنيا ومصحصحة على بكري دوب ما تقوم منه، لازمك تبدا صباحك بقهوة برافا شيكوغي كل يوم. برافا شيكوغي قهوة سريعة التحضير سريعة الذوبان للعائلة الكل، فيها 20% قهوة و 80% شيكوغي وفوائد صحية كثيرة، ومن ريحتها نجم تعشق بنتها. برافا بنة القهوة ومنفعة الشيكوغي. الأكيد أن الناس الكل يخموا على مستقبلهم ومستقبل صغارهم وماذا بيهم يخزروا الغدوة وهما مرتاحين، أما قليل منهم اللي يحسبها بالصحيح. أسيغونس كارت في سهلها عليك، وبعقود الادخار تخليك تحافظ على مدخولك في الغدخات وعلى قراية أولادك الجامعية ومستقبلهم المهني تهنيك. والأهم من هذا الكل، أسيغونس كارت في تعطيك الفرصة باش تدخر وتستثمر فلوسك بكل أمان وبضمان أعلى نسبة للمردودية مع الامتيازات الجبائية الهامة. مش هذا برك، إذا صار لك ظرف طارئ أسيغونس كارت في تقف معاك، وهي الوحيدة اللي تمكنك من سحب نسبة المدخرات اللي تضمنها لك شروط العقد حتى في عامك الأول من الادخار. مع برامج الادخار متاع أسيغونس كارت في احسبها بالصحيح. لمزيد المعلومات اطلبونا على 71 184 073، ولا زوروا موقعنا carte.tn. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. للي صونها يقدر كارها ويعرف حكارها، 60 سنة طماطمنا في عبيدة معمرة دارها، تتعبها في الكميون وتتهز في نارها، لا تبقى الندوة ولا السرد والدوني منها يترد.
في عبيدة يتلموا بيها اللي يفهموها، وكعبة كعبة يختاروها، يدللوها تعطيهم أحسن ما فيها، يعقموا حكيكاتهم ويطيبوها، ويعطيونا أعز طماطم معجونة طبيعية بنينة وفرشكة. عبيدة من القلب للقلب. في مونوبري أحسن خبر 2500 برومو كل شهر. خبر اليوم حتى 15 نوفمبر الكويت أوني إن بلاس ب 21 دينار و 900 تعوض 35 دينار و 900. مونوبري ديما معك. تتمنى باش تملك دار؟ ماذا بيك تكبر دارك ولا تجددها؟ البيات تعاونك باش تحقق مشاريعك ومنياتك وتحط على ذمتك قرض السكن اللي مكنك باش تشري تبني تكبر ولا تجدد دارك في أحسن الظروف وبرشة تسهيلات. باش تاخو فكرة على امتيازات قروضنا السكنية اتصل بالمرشد التجاري في أي فرع من فروع البيات ولا بمركز العلاقات مع الحرفاء على 31 31 18 18. بيات ملتزمون معكم. راف ماج مع رفيق بوشناق على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام ميتيو. فهم أحلى غديو. اليوم الجمعة 13 نوفمبر، الطقس ما يبعدش على البارح، ما زلنا في الأجواء المستقرة، السماء مغيمة في الجهات الكل، وفي العشية كيف كيف تتواصل نفس الأجواء. الريح اليوم معتدلة في أغلب الجهات وسرعتها في حدود 25 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة في ارتفاع خفيف في الشمال والوسط، أعلاها بين 22 و 26 درجة، وتبقى مستقرة في الجنوب والمستويات بين 22 و 25. نعملوا مع بعضنا تحويسة صغيرة نشوفوا الأجواء. نبدأ بتونس ونصبحوا على يسمعنا على 6. نلقاو سماء مغيمة نهار كامل، الحرارة توصل 25 درجة في العشوية، والنسمة خفيفة سرعتها ما تفوتش 9 كيلومتر في الساعة. من تونس نطلع على القروين ونلقاو سماء مغيمة زادة، النسمة خفيفة وسرعتها ما تفوتش 10 كيلومتر في الساعة، والحرارة توصل حتى 26 درجة وما فماش أمطار. أنا نرجعكم الساعة الجاية بحوال الطقس، أما توا نخليكم مع الأخبار. هي الفن توا 8:03 دقائق في تونس، 8:03 دقائق في فارسوفي. أخبار الجمعة 13 نوفمبر مع أميرة العجيلي. مرحبا. مرحبا. رئيس هلال الشباب توفيق المكشر قال في تصريح الإي إف إم بعد لقاءه البارحة بمستشارين من رئاسة الحكومة أنه تم تعهد بإعطاء الجمعية حقها بعد محاولة تنفيذ حرقة جمعية الأهالي الشباب البارحة. كنا نسعى نصيد الجمعية، احنا حاولنا مع الجمعيات كل شيء عادي يرجعوا، وبدنا نراو في حضور في رئاسة الحكومة بحضور مستشار ومستشارات رئاسة الحكومة، وأكدنا لهم وأكدوا للجماعة في رئاسة الحكومة كون الشباب مش تاخذ حقها وكون الدولة موجودة ومش تاخذ مع الشباب وين تاخذ حق بتاعها وتكون الدولة موجودة في الرئاسة المستشارة. رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري تعتبر نهض السلطة القضائية بالقضاء الأسود ما يليقش بالقضاء ومجلس نواب الشعب. أؤكد من ناحية أخرى على ضرورة تحسين الظروف المادية للقضاة باعتبارهم الأقل أجراً في العالم، كتحسين البنية التحتية للمحاكم، كل ذلك طبقاً للمعايير الدولية. اليوم الحقيقة سمعت كلام كما قضاء مسود وقضاء أسود، اللي هو راه ما يليقش لا بيكم ولا بالسلطة القضائية. علاش؟ منطقيا يجب الحديث على الظروف المادية للقضاة، تشوفوا كيفاش يخدموا كيفاش يعملوا ليل ونهار القضاة يخدموا. وبالنسبة للقضاة اللي تم إعفائهم أكدت المزالي أنه باش يتم تخصيص جلسة للنظر في المطالب المقدمة. نحن تعرفوا لي نحن توا بسد الإعداد الحركة القضائية وحركة الأقطاب، بمجرد الانتهاء من الحركة الاعتراضية سيقع تخصيص جلسة من قبل مجلس القضاء العادي للنظر في مطالب القضاة الواقع إعفائهم. وراهو باش يبداو في بالكم اللي نحن راهو قبلنا 4 ملفات على خاطر كانوا مستوفيات الملفات هذيك، وقرارات قراراتهم كانت ولا أحكامهم الإدارية كانت باتة، في حين كونوا بقية المطالب وبقية الملفات كانت غير مستوفيات، وكنا أخرناهم لإضافة بعض المؤيدات اللي باش تسمح القضاء العادي يبت فيهم، وإن شاء الله مستقبلا سيقع تحديد موعد الجلسة للنظر فيها.
هي أخبارنا فيها عناوين. من المنتظر أنه يتم تطبيق صيغة مشتركة للبروتوكول الصحي وقت التنقل بين تونس وليبيا بداية من غدوة. الحكومة تدعم بلدية ولاية تطاوين ب 2.6 مليون دينار. حجز كمية من الحوايج الهربة متزير قيمتها 250 ألف دينار. ورئيس الوزراء الياباني يقول أنه اليابان مش ناوي يعلن حالة الطوارئ مرة أخرى بسبب كورونا. أخبارنا متواصلة على إيافام، نجموا تابعونا وتتفرجوا في أخبارنا وبرمجنا علشان إيافام على اليوتيوب. مرسي أميرة، ترجعنا 8:30 في إيافام إكسبريس بآخر الأخبار، وتوا تسمعوا معنا لاستوس آي تيك دو جور مع طارق مراد في تيك تيبس، وبعده مكملين في الراف ماغ. تيك تيبس كل نهار وقسمه في الآي تيك مع طارق مراد. في تيك تيبس نحكيو لكم كل يوم كيفاه التكنولوجيا تسهل لنا عيشتنا أونفان أغلب الوقت. أكثر حاجة قاعدة تتفقد الفترة هذه الثقة والوضوح. ما صدقت ربي فرحت لقيت بلاصة فيها سال نون فيومور. ترجع بعد جمعة تلقى البيرسونيل العظيم قرر باش يحل الباب بين السالتين باش يهوي شوية. ايش عملنا وجاب ربي مليح كي تتعدى ريحة الدخان. وهنا تسمع الجملة الشهيرة، انت تجي متعدي احنا نخدموا لهنا من الصباح لليل. ما شاء الله الحريف ملك ملك البهال الوي. ولا ليك اختم تاع لي ريستورون جدد من الاول يحلولك في الجنة ذراع. في السلاد باغا عندك بات سون غلوتين وسلاد ماش، وعندك كينوا. في الانغريديون ثم الافوكا والبريزاولة والبنادق والبارميجانو ريجانو ديما موجودين ان شاء الله مسيو ما يتقطعوش. حتى الجماعتين اخرين يخسروا عليك ما خرجوش مسيو نحيناهم. ولا مش بنين مسيو خذ برجر ننصحك بن. يا عصابي باش نلوموا على شركة تونسية صغيرة تي هو جوجل وما عادش عندهم كلمة. هاو بدأوا جوجل بلاس، هاو بطلوا جوجل بلاس، هاو لانسيو جوجل إنبوكس، هاو لوحوا جوجل إنبوكس. ولا تتفكروا جوجل ريدر مش لازم جوجل ريدر. واليوم بعد ما وعدونا اللي جوجل فوتوز الليميتي وبلاش فلوس يعلنون لنا ابتداء من 1 جوان 2021 باش يولي بالفلوس فوق ال 15 جيجا. مليار مستعمل اليوم موجود على جوجل فوتو. بعد ما حصلونا يحبونا نخلصوا باش بي استنسنا. صارت نفس الحكاية مع فليكر العام اللي فات باش يقعدوا بالبرك بالفلوس. يعجبوني كي يحبوا ياكلونا بالهف. 80% من المستعملين يحب لهم 10 سنين باش يخلطوا ال 15 جيجا. وباش نزيدوكم ابليكاسيون تلقى تصاور الفلو ولا الظلم باش تربحوا اسباس. وعدتني وجبت بيا في الثنيه ما عادش عندي فيك ثقه جوجل. في اخر المطاف جوجل فوتوز ما عادش ينجح. تيك تيبس يفهم. اليوم الجمعة 9:30 تجيكم وجهة الجندوبي. اليوم 7 متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الراف ماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. 9:30 تجيكم وجهة الجندوبي في المدام وجهة. 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شهين، ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجهة. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هجر الحناشي. مع زياد وزيادات والطالون تاع سندريلا ويبادر بدو يبنقشات ويقولوا شادد جول للشلة. الجود فايبز موجود غرياني ندرة سو كيوت وصغيد يركح ويشوت. راف ماغ عليو في الصوت. علي الراف ماغ يخرج بالهرجة في وذ
يعطيك الفرجة في المرجة مرجو بوغنجة ربعتها مخي تشارجة علي الراف معك علي الراف معك علي الراف معك علي الراف معك مرحبا مرحبا رجعنا لكم في ساعتنا الثانية لتسعة ونص رحلتنا مكملة يواصل قيادة الفريق فيها البرنس لوغرون رقم 10 منصر بالسيد يا حلحوج يا معلم الشاب القادم من بعيد متألق في تسعة وفي FM رامي رامي رز السندريلا غدوة أسرار خطيرة في ستار تايم وميمة العياري قد تكون آخر حلقة ليك حوار صحفي يعملوا لأنه تتبعات بشكون كبيرة أبو الهان بسيس الأنيقة الرشيقة تصفيقة سونيا الدهمانية والمتألق نجم الإعلام الرياضي صديقنا رامي في الرادار بعد التحالف الاخر بين ائتلاف الكرامه وقلب تونس برشا توانسه استغربوا كيف سيف الدين مخلوف تبدل شوي وانا جيت اليوم باش نبشركم العباد الكل سيف الدين مخلوف تبدل كومبليت ما مش شويه يا رسول الله الرجل ولا كوبيكولي على كلام عياض اللومي يا مان حافظ مش فاهم انا نحسب باش نقول لك اللي بدات المحاسبات اعتمدت على فيسبوك المحكمه المحاسبات وهذا على مسؤوليتي المعطيات اللي عندها من فيسبوك يا راجل يا راجل مكي تحفظ مكنوة حط التوش متاعك تي ميسالش حتى كلمة فيسبوك بدلها بكلمة مواقع التواصل الاجتماعي اها ميسالش نجم نقبلوها لا لا سيف تبدلت والله يا سيف تبدلت انا اجزم بهذا هيا به الفايدة تعرف هو راه توا ما عادش تستغرب شيء الناس الكل تنجم تتبدل اما السؤال المطروح كيفاش العباد تتبدل 360 درجة كيما تبدل سيف الدين مخلوف لا تحب تعرف الإجابة ما تسألش نبيل القروي تسأل ساور هي تعرف الدوالب هذوما نعمل سحر لجلب شريك الحبيب باش يكون زوجي شريك حياتي باش يكون معناها تعملوا سحر باش تجيبوا بيان سور نعملوا سحر باش يكون راجلي تعملوا سحر بيان سور نعملوا سحر باش يكون راجلي وفي التلفزة تقول فيها يا ولدي وين ام النساء خلي فسخنا الفريكونس هذه يا ولدي وين لايكا وانت وخيتي سامحني تحب على راجل داخله بالسحر وعمليه تجميل باش داخله سامحني بالروح بنفسي طالع هابط شويه اكسجين تحب تعرس بيها يا ساور شبيك يا ساور مش مصدق امبوسيبل هذه باش نحكيها الحفر قبري حاد لا 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 سامحني لهنا العبيد هذوما خويا خاف منهم لازمك تبعد عليهم تعمل بيناتكم مسافه كل واحد على روحه واش قال شادي العرفي ما صارت ليش يعني كلنديماج ولا 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 والبهر انبهار انبهار عملت ان ديستانس عملت ان ديستانس عملت ان ديستانس ان ديستانس الله ثقه ان ديستانس ملاوينك لا شكون قال لك ان ديستانس لا سامحني غلط قالوا لاروس قالوا ديكسيونير قالوا روايق ان ديستانس بالثقه تتقالوا بالله احنا حليناه الباب حليناه يا اخي فما مشكله في الان والان في البلاد وانا ما في باليش يا اخي التلفز الكل هكا ما فماش حل والله انا شكون انا خويا بيرسوناج بوبليك موجود نقرا وي 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 شفي انستار شفي انستار شفي انستار يا ودي يا ودي شمن انستار يا ودي هديك ربي اون يا ودي ركز يا ودي شبيك المهم جو سوي لا في معناتها جو دي تو جو معناتها جو مونفو اون ولا او ولا او صار مش مقتنع لي فما اون جمله انت في الفرنسي الله 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 والله كله منك والله انا نعرف السبب اللي بدا العدوى ذي الكل والله نعرف اخو جد اون مامو حلوه اون مامو حلوه غدا